احنا موجودين في بقعة غالية علينا كلنا وهي طابة، لكن سينا كلها غالية على كل المصريين. اسمحوا لي ارحب بضيوفي الكرام، سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، وبتبقى حضرتك سعيد جدا وانت وسط البلد، جدا مش جدا كده؟ جدا. اشكر حضرتك الوزير النشيط الدؤوب الدكتور محمد مخاف. احنا حضرتك لففتنا وراك في كل الجوامع، مشرفنا ومنورنا استاديو الشارع، اهلا وسهلا. وبالتاكيد المسؤول الاول عن المياه في مصر الوزير المياه، بتختلف في وجوده الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري، مشرفنا ومنورنا في استوديو الشارع، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك سياده اللواء، بشكر حضرتك على هذه الكوكبه الجميله والفرصه ان احنا نبقى موجودين في مدينه طابه، لان احنا بنعمل تاريخ للبرنامج بوجودنا في مدينه طابه. النهارده هنتكلم بشكل مختلف، حاسس بايه في العيد الثلاثين لرفع العلم على طابه؟ في الحقيقه يعني شعور جميل، انا مش متخيل المنظر الرائع اللي احنا قاعدين فيه دوت، والجو الامن والتنميه اللي احنا بننميها حاليا في المدينه وفي نويبع. في الحقيقه المدينه دي مدينه غاليه فعلا، زي ما اولادنا قالوا غاليه علينا، دي حقيقه غاليه علينا فعلا. وطابه بقعه مقدسه طاهره، قدرنا ناخدها بالتحكيم الدولي، وده يبين عبقرية المصريين وعبقرية الناس اللي هم الدبلوماسية المصرية. طبعا الدبلوماسية المصرية ان احنا قدرنا ناخد هذه الارض. وفي الحقيقة احنا كنا مستضيفين الدكتور مفيد شهاب، وحكى لأولادنا، ما احنا بنجيب الناس دي عشان تقعد تحكي التاريخ، تاريخ لأولادنا والأهلينا، ازاي هو رجع، ازاي هو شارك في التحكيم الدولي، وايه الصعوبات اللي قابلوها والحجج اللي اتقالت لهم، وايه يعني. بصراحه كان لقاء رائع. فيعني بعد كده لما تحس ان الطابه دي رجعت يعني بصعوبه، صحيح، ورجعت بدبلوماسيه، ورجعت بحجج قويه جدا قال لنا عليها الدكتور مفيد شهاب، كانوش عايزين يسيبوها خالص يا فندم، خالص. ايوه، ففي الحقيقه يعني تحس ان عبقريه المصري وعبقريه الانسان المصري وقدرته وقوته احنا بنستمد منها بقى كده، احنا صحيح. بنستمد من الكلام اللي قاله ده، بنستمد منه القوه، وبنستمد منه لاولادنا الاراده والصلابه. فيعني لما لا بقى ان احنا ننمي بقى، يعني الناس دي تعبت وجابت لنا الارض، احنا بقى تاخدين فطور تنميه دلوقتي. فيعني احنا في الحقيقه بننمي، ومش انا لوحدي بنمي، الدوله كلها واقفه ورايا الحقيقه، وعلى راسهم سياده الرئيس. سياده الرئيس دائم السؤال على سينا، دائم السؤال على اولاده، دائم السؤال على التنميه، يعني شغله الشاغل ازاي ننمي وازاي نزرع، حتى الزراعه، لان في 20,000 فدان موجودين عندنا كمرحله تانية هيزرعوا في سينا. عايز اقول ان المواني اللي موجوده عندنا وتطويرها شغله الشاغل. الطرق طبعا انت عارف ان الطريق اللي هو جايب من نفق لشرم 334 كيلو، خلص انتهوا، صحيح. يعني احنا منتظرين بس التوقيت ان نفتتح فيه الطريق، مفيش شريان عزلة. جديد الحقيقه بيوصل، مفيش عزله بيننا وبين الوطن الام، مفيش، خلاص طريق دولي اللي جايب من النفق لطابه 279 كيلو، يعني عايز اقول لك 85% 90% خلص، مفيش عزله، في اتصال، في تواصل، في ولادنا بيشتكوا من الميه، من ندره الميه. انا بقول احنا امبارح حطينا حجر اساس 15,000 متر مكعب في مدينه نويبع، طابه 5,000 متر مكعب. عايز اقول ان واحنا بنحط حجر اساس كانت المعدات واقفه بتحفر، يعني احنا بس مش بنحط يعني حجر اساس، مش بنحط حجر اساس، ده احنا شغالين. بعد ما يعني ما عملنا اللقاء، وبتعرفش فرحه اهالي نويبع امبارح قد ايه، وتحيا مصر دوت في المنطقه كلها، والولاد الصغيرين بتوع المدارس طلعوا استنونا على الطريق عشان الميه اللي هم روحهم اللي هم كانوا بيعانوا فيها صعوبه في الحقيقه، يعني في الحقيقه. انما عايز اقول ان في 8 محطات ميه منهم واحده في الطور، يعني فتحناها خلاص، 30,000 متر مكعب ميه
بتغذي التور وبتروح شرم الشيخ كمان. صحيح. عايز اقول ان شاء الله الثمان محطات دول لما ننتهي منهم زي ما قال لي امبارح السيد رئيس اداره المياه بالقوات المسلحه هينتجوا 84 مليون متر مكعب مياه في السنه. في السنه كبير. حسبها لي وعرض امبارح وعرض قدام المواطنين وقال الثمان محطات وكل محطه هتبقى قدرتها قد ايه. ده موضوع مهم جدا لاهالي جنوب سيناء. صحيح. مهم جدا لاهالي جنوب سيناء. فاحنا بنقول ان ده عيد والناس هنا زي ما انت شايف سعيده واللي بتشوفه على الارض من احلام بتتحقق سعيده جدا اكتر واكتر. فيعني وبعدين كمان فرحتنا بوجود معالي الدكتور محمد مختار جمعه الله يحضرنا وهيصلي بينا ان شاء الله. وبعدين ده في قمه كبيره وقائد طبعا. كبير قوي طبعا. الوزير محمد عبد العاطي انت عارف طبعا ان كان عندي مشكله هنا في السيول. احنا اتصرف حوالي هو هيقول يعني حوالي 500 مليون مرحله اولى عشان اتعمل كام سد واتعمل كام بحيره وحاجات هو طبعا معالي الوزير ممكن يشرحها اتعمل طبعا. حاجات كتيره كمرحله اولى ولسه النهارده بيقول لي في مليار وشويه المرحله الثانيه. فعايز اقول شغل عملاق شغل كبير جدا بيتم على ارض جنوب سيناء. شغل كبير جدا ولادنا حاسين بيه عشان كده اما بيقابلوك بيقولوا لك سلم واعمل وبتاع لان احنا فعلا متواصلين معاهم عايشين معاهم احنا بناكل معاهم بنشرب معاهم بنتحرك معاهم بنحل لهم مشاكلهم على الارض على 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 الطبيعه. وبعدين بقى طبعا في دور تاني بقى يعني احنا بنقول طابة نويبع ابورديس ابو زنيمة التور دهب بغض النظر عن شرم الشيخ وما يحدث فيه. صحيح. شرم الشيخ دي حاجة تانية ده موضوع تاني ودي قصة تانية هو ده الجميل اللي في التنمية بالحقيقة. احنا مش إنما بس ما بننساش المدن. صحيح. دي صحيح ما بننساش المدن دي ما بننساش تنمية المدن دي ما بننساش حل مشاكل اهالينا اللي موجودين في المدن دي. صحيح. الحقيقة دكتور مختار زي ما قلت لحضرتك مش ملحقين على الافتتاحات خمس مساجد في سيناء خلال هذه الايام مجهود اكثر من رائع لوزاره الاوقاف والحقيقه بنشوف حضرتك في كل محافظه وفي كل مكان بس خلينا نتكلم عن سيناء الاول. اولا يعني بدايه اهنئ معالي اللواء المحافظ لواء اركان حرب خالد فوده واهالي جنوب سيناء واهالي سيناء واهل مصر جميعا بذكرى استرداد بذكرى رفع العلم على طابه ودي في الذكرى الثلاثين. الحقيقه هنا وانا قعدت في المنظر كده وحضرتك بتقدم انا اشرف ان دي بدعوه من سياده اللواء خالد دي رابع مره حبا في هذا اللقاء وهذا الملتقى وهذا الجو الذي نعيشه وانا امامي كده بصيت للجبل فتذكرت شيء حقيقي. صحيح. قواتنا المسلحه المصريه اهالي سيناء اهالي مصر شامخونا شموخ هذه الجبال وجزء من امن سيناء ابنائها الوطنيون الاصلاء. ولما سياده اللواء خالد بيتكلم على التنميه او سياده الوزير لما بعمل السدود وعمل احواض مجرد فقط تفادي حوادث السيول لان تحولت الطاقه المائيه اللي كانت مهدره الى طاقه مستثمره حولت الطاقه اللي كانت طاقه سلبيه يمكن ان تؤدي بحياه بعض الناس او بالطرق الى طاقه الى تنميه هي دي التنميه الحقيقيه وهذا ما يستحقه اهالي سيناء وهذا ما يستحقه كل مواطن مصري. الحقيقه وانا ببص الجبل كده كان في كلمه الحجاج بن يوسف الثقفي قال ان اهالي مصر ما مضمون شامخونا شمخ هذه الجبال قال اياكم واهل مصر في سلاس احذروا ارضهم ونساءهم ودينهم فانكم ان اقتربتم من ارضهم لقاتلتكم صخور جبالهم. هذه الارض تقاتل الى جانب ابنائها. صحيح. تقاتل الى جانب اصحابها وزي حافظ قال مرمان يرى من راحة سليمة من قديم عناية الله جندي وإياكم ونساءهم فإنكم إن اقتربتم من نسائهم لافترسوكم كما تفترس الأسد فرائسها وإياكم ودينهم فإنكم إن اقتربتم من دينهم أحرقوا عليكم دنياكم. أما مسألة الحقيقة احنا مع سيادة اللواء خالد في بيننا تعاون كبير جدا جدا ويمكن ما زلنا نذكر عدد من المساجد اللي بتعد إضافة إلى تاريخنا المصري الحديث وإن شاء الله في العيد القومي هيكون فيه تطوير
المركز الثقافة الإسلامية، وده اللي كان نواه أول ما بدأنا بيه ونجح نجاح مبهر. مركز الثقافة الإسلامية في مسجد الصحابة اللي أصبح أيقونة معمارية الله في بعد كده بدأنا على شاكلة هذا المركز، فتحنا المركز الثاني في مسجد المينا بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر. الحقيقة دايما في تطوير المساجد ده جزء، وده بنرد على يمكن بالمناسبة لما في بعض الزوايا التي تكون عند مزلقنات السكة الحديد أو عند الطرق أو تحت مسار كوبري أو بتعترض، وهي بيكون للنفع العام. عندما يتم إزالة زاوية مش بنقيم زاوية بقى، مسجد جامع بكل ما تعنيه الكلمة. وكان ان احنا مش فقط مسجد، لا، ممكن يبقى فيه مستوصف، ممكن يبقى فيه خدمات، مركز طبي، مسجد جامع. احنا ان شاء الله في 5 مساجد، امس افتتح سيادة اللواء خالد فودة مسجدين، في بعضها احلال وتجديد، في بعضها مساجد جديدة، في بعضها رفع كفاءة، وبنتعاون في فرش المساجد مع المحافظة. وبنقول ان احنا في وزارة الاوقاف وفي سيناء هنا بنقوم باكبر حركة اعمار في تاريخ مصر، في سواء بقى في المساجد فيما يختص بالاوقاف او ما ترى في التنمية العامة. ان شاء الله بنتمنى لاهالينا حياة انطلاقة واسعة في التنمية. الحقيقة النهاردة وانا بتكلم مع سيادة اللواء خالد فودة ولما روحنا قلعة صلاح الدين اللي ان شاء الله صراحة مصر خالد، كنت اتمنى ان يعني حقيقة يتنقل ان شاء الله في مرة مقبلة البرنامج، لان القلعة وهي مضاءة في وسط الخليج حاجة نقلة. نجازين يا فندم حضرتك تؤمر نقلة حقيقة والله نقلة. احنا بنقول لكل مصري قبل كل اجنبي، تعالوا شوفوا بلدكم، تعالوا شوف طابة، شوف دهب، شوف الطور، شوف المناطق التي حبان الله بها من هذه الطبيعة. بص اللي عنده سياحة دينية دي اماكن مقدسة، صحيح. جبل الطور بما فيه وسانتا بمعالمها، بضم المسجد الى جانب الكنيسة، بتسامح الاديان، بتعانق المآذن مع الكنائس، الصورة الرائعة اللي عايز السياحة الطبيعية الطبيعية والنقاء والطبيعة البكر والمياه البكر والطبيعة الخلابة، يأتي الى هنا. مصر مليئة بكل الجوانب الطاقة الايجابية، لكن علينا ان نعرف بلدنا اكثر وأن نبرزها أكثر في الداخل والخارج. صحيح. أشكرك دكتور مختار. دكتور محمد برحب بحضرتك من جديد. وسيادة اللواء خالد فودة تحدث عن مجهودات وزارة الري في جنوب سيناء، نتعرف من حضرتك عن أبرز هذه المجهودات. الحقيقة الأول بحب أهني أهل مصر كلهم بتحرير طابة، وسيادة اللواء خالد فودة طبعا على رأس المهنئين. يعني في الحقيقة جنوب سيناء ده نموذج لإدارة. يعني قبل ما أتكلم على المشاريع ده شيء لجنوب سيناء، كنت بتكلم مع أحد الشنبة بقول له استهلاكك في المية قد إيه، فقال لي إحنا الفرد بيستهلك 20 لتر في 10 أيام، ده بتكفي كل احتياجاته، شرب وغسيل ووضوء واستحمام كل حاجة. ده يعني إيه؟ إنه بيستهلك يوم. الرقم دوت لما نحسبه يعني رقم محدش يتخيله خالص. لو ضربنا 2 لتر في، لو افترضنا السنة 400 يوم، يعني بيستهلك 800 لتر في السنة للفرد. ده رقم قليل جدا بالمقارنة بأي معدلات على مستوى العالم. فأنا بقول يعني لأهلنا في مصر، تعالوا لو احنا عايزين نتعلم ترشيد مية، تعالوا تعلموا من أهل سيناء هنا ومن أهل جنوب سيناء. لما بيجي يتوضى أو يغسل وشه بيغسلها تحت الشجرة علشان المية اللي بيتوضى بيها تنزل تروي الشجرة، ما تضيعش هباء. الأمثلة ديت لازم نتعلم منهم. وهو بيصادف النهاردة الاحتفال بعيد تحرير طابة مع احتفال عيد الأم مع احتفال باليوم العالمي للمية اللي هو يوم 22 مارس، او ان شاء الله في الوزارة هتحتفل بيه يوم 23 يوم السبت باذن الله في احتفالية كبيرة، هيضاء الهرم باللون الازرق بالتوازي قلعة صلاح الدين هنا في طابة هتضاء باللون الازرق احتفالا بالعيد العالمي للمية او اليوم العالمي للمية. وده مهم جدا ان احنا نبتدي من طابة ومن جنوب سيناء، لان هنا لو احنا عايزين نتعلم ترشيد نيجي هنا في جنوب سيناء ونشوف الناس بتستعمل المية ازاي. في الحقيقة اتعمل خلال الفترة اللي فاتت، كان هدفنا الاساسي خطوة اولانية اللي هو حماية المدن. حماية المدن الحمد لله، يعني احنا في طابة هنا معصر سيول
الحمد لله يعني اتعمل في 7 مدن في جنوب سيناء من اول ابو رديس وابو زنيمه ودهب ونويبع وطابه وشرم. اتعمل مجموعه من المنشات 320 منشاه بين سدود بين بحيرات صناعيه بين حواجز توجيه بين حواجز ايرلنديه، كل ده علشان نخزن الميه وفي نفس الوقت عشان نحمي المدن من الميه. بس هل ده كفايه؟ لا، ده لسه التكلفه بتاعه ال 320 منشا دولت حوالي اكتر من 600 مليون جنيه. الخطه لحد 2022 باذن الله هيبقى في استثمارات تانية ب 1.6 مليار جنيه علشان كل التنميه في جنوب سيناء تبقى قايمه على قواعد راسخه. انا كنت سعيد جدا في 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 سانت كاترين لما البدو قالوا لي منسوب الابيار الميه في الابيار عليت نتيجه ان احنا خزننا الميه في البحيرات الجبليه. اشتغلتوا صح. وزرعوا عليها واستخدموها وهم سعداء جدا ان خلاص بقى في مورد مائي، بالتالي هو بيستقر في مكانه بيتوفر مورد مائي نظيف، عيلته بينتج بيعمل صوبة بيبيع المنتج بتاعها للفنادق اللي هي موجودة في سواء في سانت كاترين او في شرم، بيزود دخله وبيعمل له استقرار نفسي وعائلي. في كمان يعني نماذج كتير انا نفسي حضرتك لو في فرصة تقابلها، اللي هو بيقول له الدكتور صالح يا معالي الوزير. الدكتور صالح دوت هو احد البدو اللي بيزرع نباتات طبية في سانت كاترين وبيوزع الشتلات على كل الاهل هناك ببلاش وبيجمع وبيصدر. نماذج مضيئة تستحق ان احنا نتكلم عليها كتير. صحيح. سيادة اللواء، قبل ما نسمع الفرقة ونسمع ست حبايب يا حبيبة، حضرتك تقول ايه لكل ام مصرية في دلوقتي؟ لا ده في الحقيقة طبعا هي ذكرى يعني ويوم عيد لامهاتنا، وانت قلت كلمة حلوة قوي لما انت بتقدم، قلت اللي امه متوفية يروح يشوف ام شهيد. صحيح. ويرتمف في حضنها ويقول لها كل سنة وانت طيبة، ويعني مش هيعوضها عن ابنها بس في يعني هيشعرها بالحنان وياخد منها جرعة حنان. في الحقيقة انا عندي 2 شهداء في الطور، والدة 2 شهداء في الطور، وانت فكرتني ان انا اول ما هنزل ان شاء الله، انا لسه كنت مكرمهم في عيد الام على فكرة، انما مكرمتهم بدري شوي، كرمناهم يوم الاثنين او الثلاثاء تقريبا قبلها بيومين، وديناهم درع المحافظة، وعلى فكرة مطلعينهم عمرة، والمحافظة يعني مهما عملت. صحيح. مش عايز اقول يعني ان احنا الكلام ده، لا الكلام ده قليل عليهم. صحيح. الكلام ده قليل عليهم. فعايز اقول لكل ام كل سنة طيبة، وانا من ضمن الناس اللي والدتي متوفية برضو وبفتكرها بقررها الفتحة على طول في عقلي على طول في ذهني على طول، انا لم تفارقني ولم يتفارق عقلي طول 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 ما انا عايش هي قدام مني ونصيحتها وكلامها ليا انا عايش بيه. انما الفكره بتاعتك دي جميله قوي، انا ان شاء الله برضو هيبقى لازم امهاتنا اللي موجودين في الطور، في 2، في والده شهيد شرطه وفي والده شهيد جيش الحقيقه يعني، والاثنين دول باذن الله يعني ان شاء الله هنقدر، مش عايز اقول هنعمل معهم ايه، انما دي فكرة جميلة قوي رائعة وانا ان شاء الله هنفذها باذن الله. دكتور مختار، ممكن تقول ايه حضرتك لكل ام مصرية النهاردة قبل ما نسمع ست الحبايب؟ الحقيقة من الحسن ومن الجيد ان يكون هناك يوم يعني تكرم فيه الامهات ويتحدث فيه عن فضل الام. وحضرتك كنت بتقدم قلت كلمة مهمة، اللي مش لمحش الأم اذهب إليها وكن عند قدمها. صحيح. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أحد الناس وقال يا رسول الله إني أريد أن أخرج معك في الجهاد في سبيل الله، فقال له أحية أمك؟ قال نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلزم قدمها فسمى الجنة. الله. وفي رواية إلزم قدميها فإن الجنة عند قدميها. ودعاء الأم لا تقف بركته عند الدنيا فقط وإنما في الدنيا والآخرة، بل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأكد، واحد يقول لك ده دعاء والدين فعلا، ما بر أحد والديه إلا ووجد بركة البر في حياته في دنياه وفي آخرته. بل شوف النبي بين إيه، إن رضا الوالدين مش يبقى في دعائهم في حياتك، دعاء الوالدين لا يستمر في حياتك انت فقط، ده بيستمر الى دعاء الابن نفسه، فحتى دعاء الابن البر بوالديه يكون مستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، ياتي عليكم قوم من اهل اليمن
فاسألوا فيهم واحد اسمه أويس. هذا أويس لما جه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فيه قال ايه؟ قال كانت له ام هو بها بار، نتيجة البر لو اقسم على الله لا ابرها. الله اكبر. شوف بر الام مش فقط دعاء الام والابوين يستمر معك طوال الحياة. لكن اللي بنقوله ايه بقى؟ اللي بنأكد عليه مش بقى اكرام الام يتوقف عند انك النهاردة تجيب لها هدية مادية وتستشعر انك بمجرد ما قدمت لها هدية في عيد الام انت كده اديت حقها. نقول لا، بر الام اليوم ده رمز للتذكير بفضل الام، ليس لان تبرها في هذا اليوم. ثم انا بقول جملة هي، ما بر امه في يومها من تأفف منها مرة واحدة في عامها. الله يعني صحيح. انت بقى مش تيجي النهاردة تقبل راسها وباقي السنة. شوفوا ازيك ربنا الايه، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما بلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. هذا اليوم رمزية للتذكير بفضل الام على مدار الحياة، ده مش في الحياة بس، وبعد الممات. انت قلت يذهب الى ام شهيد، لا، من بر الوالدين ان البر يستمر حتى بعد الوفاة. صحيح. سيدنا عبد الله بن عمر، واختم لك بهذه. سيدنا عبد الله بن عمر في مرة كان خارج المدينة وعنده دبة يحبها ويتريض عليها، فلقى واحد كده جسلم عليه، فنزل عبد الله بن عمر واحسن اليه واعطاه دبته وخلع عمامته والقاها عليه. والعرب لا تخلع عمامتها الا لمين؟ لعزيز. وطبعا سيادة اللي هو خالد هنا واهالينا وقبائل البدو، لما يخلع عبايته ويحط عليك عبايته معناه ان انت يعني ايه، حد في منتهى العزة عنده. فالقى عليه عمامته واعطاه دبته، فقال له لقد زدت للرجل يا ابن عمر. قال لا، انا هستاذن حضرتك. ستلوى معنا على الصورة دلوقتي السفير التشيكي، فالحقيقة بنوجه له التحية والتقدير. السفير التشيكي موجود من امبارح في الحقيقة، وقضى معنا سهرة بدوية رائعة. عايز اقول لك بدأت الساعة 8 خلصت 12 بالليل وقاعد ولم يغادر وفي حالة انبهار. والنهاردة طبعا احنا وجهنا ليه الدعوة تاني، وجاي هو وزوجته وهو في منتهى السعادة، ومش متخيل اللي هو بيشوفه، ومش متخيل الامن والامان والجمال. والمواطن السيناوي البسيط اللي بيسلم عليه بيروح يصور معاه هو مش مصدق. فيعني جميل يعني. فقال له سيدنا عبد الله، بيقول له انت عملت فيه كده ليه؟ انت اكرمته هذا الكرم وانت يعني؟ قال له لا، ان شوف مش ده، ان ابا هذا ابوه، ان ابا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب. الله أكبر. واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه. شوف البر يمتد امتى؟ يوم الام. نقول تحية لام كل شهيد، تحية لكل ام ربت وسهرت وتعبت وعلمت، كل ام علمت ابنائها الوطنية والفداء. دكتور محمد، انا عارف ان حضرتك كنت مرتبط بوالدة حضرتك اللي توفت في 2014، والحقيقة حضرتك اتكلمت عنها كتير وقلت انه هي كانت ست عظيمة زي كل الامهات المصريين. ممكن تقول ايه للام المصرية النهاردة؟ والله هو الام المصرية يعني متفردة بين الامهات على مستوى العالم. هي القوية، هي اللي بتحافظ على بيتها، هي اللي بتربي ولادها، هي اللي بتشتغل، يعني بتعمل حاجات كتيرة قوي وفي صمت. فمن هنا يعني انا بقول لكل ام مصريه كل سنه وانت طيبه، وقيمتك كبيره قوي، وما بيحسش بقيمتك الا اللي بيفقدك. فكل واحد والدته على قيد الحياه لازم يعني ينتهز الفرصه. صحيح. فرقه التلقائيين، ممكن نسمع ست الحبايب ولا ايه؟
صحة وخير وسعادة، وكل سنة كمان وكل أم في الجنة إن شاء الله بإذن الله. وهقول زي ما قال اللواء خالد والدكتور مختار والدكتور محمد، يا جماعة كل واحد يروح يقعد تحت رجل أمه ويخليها تدعي له. يعني اللواء خالد قال إنه ممكن الفرصة دي ما تجيش تاني. خلينا نشوف مواهب صغيرة من سيناء، بس مواهب تفرح. هبتدي بفرج، حقيقة ما كلهم بيقولوا شعر، بس هبتدي بفرج وهكمل مع أدهم ومريم وآلاء. فرج إزايك؟ سمعنا بقى. أنا اسمي فرج حسين من قبيلة الجراشة، وأقول شعر عن الوطن. يا وطن الغالي يا أجمل وطن، يا مصر الحبيبة يا أم الأمم، أفديكي أنا بروحي وأقول بحبك بحبك يا أغلى أم. ولما بعد وسافر ليكي بحن، والغربة عذاب وفيني هم. يا مصر العروبة يا أغلى وطن، بغني نشيدك وفيني حنينك، وأشوف السعادة في رفع العلم، وفي سينا بعيش وهي السكن، مشاموس الكليم حاف القدم. يا مصر العروبة يا أغلى وطن، نشيدك فؤادي بيقولك بلادي، أفديكي أنا بروحي لو سال مني الدم. يا مصر العروبة يا أحلى وطن، يا مصر العروبة يا أحلى وطن. برافو يا فرج، برافو. شكرا يا فرج، شكرا. أدهم قال إنه مش معقولة في عيد الأم ما يقولش شعر، فأدهم هيقول لنا شعر جميل في عيد الأم. اللي ما لتوش أم ليا، اللي ما لتوش أم ليا، واللي عاشت عمرها تخبيه عليا. أمي مش محتاجة حاجة، لا الكلامي ولا الهدية، علمتني حاجات كتير بالسنين مش بالدراسة، بالوراثة اللي علم فيها علم برضو فيا. اللي ما لتوش أم ليا إنها صبرت عليا، لما عشت سنين في غيرها كبرت ساوتها بغيرها، كان لابد أعمل حسابي، شفتها في طلعة شبابي، قيد وخنقة ما كانتش فارقة، أنزل أمشي أخرج أسرح لما بتأنبنا شوح، كنت أدور وشي أف. هي ناقصة كمان تقولي كنت فين ريحتك سجاير، والله صليت النهاردة خش نام الساعة واحدة، شفت حنيتها ضعف، هي شارية بقلب راضي، دنيا دايرة وكاسها فاضي، كنت بشرب فيه سكرت، ليه مصرة تخنقيني؟ ليه مصرة تخنقيني؟ ياما مش وقت كسبيني، انتهينا خلاص كبرت، انت خدت في سكة تانية، زهقت من لعبك معايا، زهقت من خوفك عليا، من عينين عدت خطايا في جارية حوالين الجنينة، وخوفها لما الليل يليل، كانت تبص بعين حزينة، وكانت تقولي لسه برضو في عين عيل. من رضاعة، من رضاعة لحد وقتي، كنت بكبر سنتي سنتي، وهي إحساس الشبع. أمي يا آخر سفينة، بابتسامتها الجميلة كانت بتسقيني الدلع، من سنين طلبت بقيتها، ياللي مش عارفين قيمتها، أمي حصلت الوجع. أمي يا بيت الدعاء، ابنك الأصغر عروق وتودكت، فاكرة فاكرة لما كان بيحبي بأربعة، فاكرة ضحكه وأغنياته، فاكرة دعواتك عشانه، النهاردة العمر خانه، ذكرياته وأمنياته، حلمه وألمه سنين حياته، تخلى عنهم فاق فاق، لأول مرة يفهم معنى أم، ياخد عمري كله مني، بس آخر أمنية، يا ملاك الموت تمهل، يا ملاك الموت تمهل، للسنة في عينيها عيل، سيبها بكرة، سيبها بعده، سيبها أسبوع، سيبها شهر، سيبها عمر، سيبها لسه، سيبها أرجوك، سيب لي فرصة. نفسي أسمع تاني يا ابني، اللي ما قالتوش أم ليا هو أكتر شيء تعبني، إنها كانت عارفة إن حاجي في يوم وسيبها أو هتيجي في يوم تسيبها. برافو عليك. شكرا لأدهم. تاني كل واحد يروح يقعد تحت رجلين أمه ويخليها تدعي له وتدعي لنا إحنا كمان. الحقيقة مريم وآلاء كمان ما نسيوش أم الشهيد. مريم وآلاء ما نسيوش أم الشهيد. صوت أذان الفجر نادى، والصلاة في الليل عبادة، من سرير ابني بقرب، يلا قوم الوقت قرب، والمنادي يا ابني نادى، يلا حي على الجهاد، يلا حي على الشهادة. قوم يا واد، قوم يا واد والبس هدومك، قوم يا واد اليوم ده يومك، دم زملاتك في سينا دين عليك،
ودين علينا، خد بترهم من اللي خانوا ولحظة تخاف يا ولدي، في النهاية إما نصر أو شهادة. أنت يا ابني صحيح وحيد، ما عادش عندي حد غيرك في الحياة، يوم ميلادك كان لعيد، ما أنت نعمة من الإله، بس يوم عيدي الحقيقي يوم ما يا ابني تموت شهيد. لسه يما لسه بدري على الميعاد، الأجازة لسه فيها، لسه ساعة وكام دقيقة، أنت إيه زهقتي مني ولا خدتي على البعاد؟ ما تخافيش اصلا انا من بدري صاحي، كل شيء في الجيش وحشني، كل اصحابي وسلاحي، مش راح انسى يوم غدر الخونة بينا، من ساعتها جرح قلبي لسه صاحي، عهد بينا ودين علينا، كلنا حالفين نطهر ارض سينا، كلها اسبوع وراجع شايل النصر بكتافي، ما انت عارفه ان الخميس الجاي هو يوم زفافي. يعني الكلام ما يكفيش في تسقيف و شكر لفرج والأدهم والمريم والألاء، هي دي الكنوز كمان اللي موجودة في سينا، الكنوز اللي موجودة من المواهب، بالتأكيد وراهم ناس كتير شغالة، وراهم محافظ بيحافظ على هذه الكنوز. خلينا نسمع من هذه الكنوز آخر حاجة لفرقة التلقائيين ونرجع نكمل حوارنا تاني. بين السواري يا عيني والضرب العالي يا عيني، بين السواري والضرب العالي يا عيني، يا محلى السارة والبزر لالي، يا محلى السارة والبزر لالي، بين السواري بين السواري. واللي بحبه يا عيني طلع الجزيرة، واللي بحبه يا عيني طلع الجزيرة، عاشق ومغرم ما بيدو حيلة، عاشق ومغرم ما بيدو حيلة، بين السواري بين السواري. على الله على الله كله على الله سيدي، على الله كله على الله سيدي، على الله. يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، عيني واصبر لي سيدي واصبر لي، عيني واصبر لي سيدي واصبر لي، والسمسم 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 والسمسم. مدينة تور سيناء، بالتأكيد بالتأكيد اللي حضراتكم بتشوفوه النهاردة ده تاريخ لبرنامج استوديو الشارع. احنا الحقيقة وجودنا في مدينة طابة في ضيافة لواء خالد فودة وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة والدكتور محمد عبد العاطي، ده تاريخ احنا بنعمله لبرنامج استوديو الشارع، والحقيقة الصورة أبلغ دليل. وأعتقد اللي حضراتكم شايفينه النهاردة من الخيمة البدوية ومن هذا الاحتفال مش هتشوفوه في حتة في مصر غير هنا في مدينة طابة. سيادة اللواء، احنا سعداء جدا، الجو اكثر من رائع، شكرا جزيلا لحضرتك انك سمحت لنا ان احنا نكون موجودين. في كمان مفاجأة تانية غير المية اللي حضرتك قلتها، في كمان مفاجأة في الصرف الصحي، حضرتك امبارح قلت ان مظبوط مظبوط مدينة طابة ان شاء الله بإذن الله، حضرتك تقول المفاجأة بقى. يعني في الحقيقة طبعا الاول بس قبل ما اقول المفاجأة، انا بدعو الشعب المصري كله ان يجي يزور طابة. صحيح في الحقيقة يعني حاجة رائعة، مكان رائع،
في عبق التاريخ كده، وفي مياه فيروزية جميلة، وفي أماكن ممكن يستمتعوا فيها، في ممكن قلعة صلاح الدين على جزيرة فرعون، في المكان اللي صور فيه الطريق إلى إيلات، في وبعدين الطريق رائع، الطريق احنا جددناه ومفيش حجة عند أي حد إن هو ما يجيش طابة. أنا بدعو الشعب المصري كله إن يجي طابة. لا فندم انا ما حسيتش بالطريق، يعني في الحقيقه 420 كيلو ما حسيناش بالطريق، لازم اقول كده. وبعدين طبعا انا كنت في زياره للسيد وزير الاسكان دكتور عاصم يوم الثلاثاء في الحقيقه، وفتحنا قصه ان طبعا ما فيهاش صرف صحه، فهو وعد سيادته وعد ان شاء الله هندخلها وهتخش ضمن الاعمال اللي هي الوزاره، الاعمال الضخمه اللي الوزاره بتعملها في مصر في الحقيقه يعني. وناقشت معاه موضوعات كتيره قوي، وفي الحقيقه سمعني كويس، وكان جايب كل المستشارين بتوعه كل القيادات بتاعته، وانا كنت جايب القيادات بتاعتي. وانا لما بروح لاي وزير ما بروحش لوحدي، بروح معايا المسؤولين، بروح معايا المديرين، وبنقعد وبنحط ورقنا وبنتكلم سوا وبنحل مشاكلنا في مكتب معالي الوزير او في قاعة المؤتمرات بتاعة الوزارة. ففي الحقيقة طبعا هو وعدني، وان شاء الله انا بأطمن يعني شعبنا. قلنا المية خلاص محطة في نويبة ومحطة في طبق ودلوقتي الحفر بدأ، بنقول كمان الصرف الصحي بتاع طبق ان شاء الله داخل ضمن اولويات الدولة. بنقول السدود والبحيرات والمشاكل، لان انا شفت بعيني 2014 5 مايو 2014 الطوفان في طابة بعناية، والسيول نازلة بتشيل العواميد والأرض والفنادق، بتشيلها بتشوفها قدامي. وأنا دلوقتي ودي كانت توجهات سيادة الرئيس، قال خسائرك، قلت له 850 مليون جنيه، قال طب مش احنا لو كنا صرفنا 300 400 مش كان الكلام ده كله انقذ. ومن ساعتها وكلف الدكتور اللي هو حسام اللي قبل معالي الوزير واشتغل، ومعالي الوزير جه كمل عليه في الحقيقه، والامور ماشيه في اتجاه صح. وفي مرحله تانية اللي هي مليار وستة من عشرة في الحقيقه. طبعا دي كلها حاجات اعمال يعني احنا بنرفع لك قبعه، احنا سعداء جدا، وانا على راس هذا الجهاز اللي موجود هنا في المحافظه سعيد جدا. وبتكلم مع ولادي وبشرح لهم، لازم بنوعيهم وبنقول لهم وبنفهمهم، بنفهمهم ان احنا مش هندوس على زرار بكره كل حاجه هتنتهي، لا احنا ماشيين بجدول زمني وان شاء الله هننتهي منه وباذن الله كل الامور تتصلح. صحيح. واحنا في الفاصل اهالينا من بدو سيناء قالوا لي وصل تحيه حب وتقدير الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الامانه انا وصلتها. دكتور مختار، متعودين من حضرتك دايما في وحبك وعشقك لسيناء شمال وجنوب بيبقى دايما عندك جديد، ايه الجديد بقى في جنوب سيناء؟ والله يا استاذ محمد دعني الاول احيي حضرتك على فكره البرنامج وحرصك على ان يكون اسما على مسمى. الحقيقه وجود المسؤولين ووجود التلفزيون المصري بين الناس والنقل واقع الناس بهذه الطريقه ده شيء ليس سهلا ولا يسيرا. ولما تنقل من هنا من قلب طابة وبين هذه السلاسل الجبلية دي فيها رسائل متعددة أمنا وأمانا وشموخا وواقعا. اللي أنا أختم به الحقيقة، أنا تأثرت تأثر بالغ بأبنائنا وبناتنا اللي ألقوا الشعر. صحيح. سواء في حق الوطن أو في حق الأم أو في حق أم الشهيد، وهي قضايا كلها مرتبطة. لكن الحقيقة اللي يجب نقول إليها، نقول للناس زي سيادة اللواء خالد قال تعالوا شوفوا سينا في كل حاجة، حتى في تطورها الثقافي، كونك تلاقي النماذج دية بهذا الأداء المحترم المنضبط وبهذا الروح وبهذا الوعي، لا دليل على أن الدنيا بتتغير تغيرا إيجابيا. هؤلاء الأولاد وهؤلاء البنات وهم أسر محترمة ربتهم تربية محترمة، وهم مدرسة بتعلم، وهم ثقافة دينية محترمة، وهم مكاتب تحفيظ قرآن كريم بتحتضنهم، لا في عمل على الأرض، وإلا ما كنا نجد هذه النماذج. وده ضمن فعلا تنمية بناء البشر قبل بناء الحجر، أو نقول بالتوازي مع بناء الحجر، صحيح وقبل أولا، لكن التنمية في مصر تأثير على المصارات في الوقت الذي تعنى فيه الدولة المصرية بالتنمية الشاملة، تعنى عناية بالغة ببناء الإنسان اللي هو يحافظ. ويمكن لما قال الدكتور محمد
عن موضوع السدود انا بقول ده ذكرني على طول احنا محتاجين حاجتين، علم ومال، لان ده كان محتاج مبالغ مالية، محتاج تمويل ومحتاج علم. ممكن عندك تمويل وما تعملش النتيجة الايجابية اللي رفعت المنسوب المياه في الابار بالعلم والمال. يبني الناس ملكهم لم يبنى ملك على جهل وقلان. صحيح دكتور محمد، انا قدامي دقيقة من المسؤول الاول عن المياه في مصر، الكاميرا مع حضرتك، تقول ايه للمواطن المصري وتطمنا عن المية وتقول لنا كمان نرشد ازاي. وفي الحقيقة في رمزية كبيرة قوي لتحرير طابة. انا عشت الفترة دي ووقتها كل الناس شككت ان احنا نكسب القضية بتاع طابة، زي التشكيك اللي بيحصل دلوقتي. انا الرسالة اللي بقولها لكل مصر، احنا عندنا مشاكل وعندنا تحديات، بس احنا لازم نبقى واثقين في نفسنا ان احنا هنحول التحديات ديت لفرص، بس مش هتيجي صدفة، لازم كلنا نشتغل، لازم كلنا ناخد بالاسباب، لازم كلنا نرشد المية. ده الرسالة الاساسية اللي انا بحب اوجهها لكل اهل مصر. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، وكل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. شكرا جزيلا ان حضرتك سمحت لنا نكون موجودين، وانه كل العالم يشوفنا من خلال فضائية المصرية بهذا المشهد الجميل. مشاهدينا الكرام، لاول مرة احس انه مفيش كلام يتقال بعد كلام معالي الوزراء في الختام. هيفضل شعارنا دايما في استوديو الشارع، مصر تنطلق، وهنفضل دايما في استوديو الشارع، نبض الشارع المصري.